ضمن اهتمامه الكبير لكافة القيادات والمديريات والفرق العسكرية، تتشرف مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي بزيارة معالي وزير الدفاع، وذلك للاطلاع والمتابعة على أعمال هذه المديرية بحلتها الجديدة. نتابع. أهلا بحضورك الكريم معالي وزير الدفاع في استوديو إذاعة وزارة الدفاع. أعلن افتتاح بث إذاعة وزارة الدفاع وإعادة الحياة إلى المسرح العسكري العريق أن صنف الإعلام والتوجيه المعنوي سلاح لا يقل أهمية عن باقي أسلحة وصنوف الجيش العراقي الباسل، بل إن المعارك الحديثة تحارب بجيوش رأس حربتها الإعلام. فعلى بركة الله نبارك لوزارة الدفاع ومديرية الإعلام والتوجيه المعنوي هذا الإنجاز الرائع، وإلى مشاريع إعلامية كبيرة أخرى. عاش الجيش، عاش الشعب، عاش الوطن. ثابت محمد سعيد العباسي وزير الدفاع. جيش لا يقهر لا يكسر قالوها عنا، أسياد الحرب بها أهلا فإليها اشتقنا، بتطاير أشلاء الخصم ترغب عيوا، فالبأس أشد من الماضي، نار قبضتنا ما زلنا بثياب حرب، إن عادوا عدوا. عندنا زيارة إلى مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي، الجنود المخفيين والمقاتلين الحقيقيين في زمن الحرب والسلم، وجدنا ما يسرنا وشكرناهم على جهودهم، وسنكون من الداعمين لهذه المديرية الفتية وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. زيارة معالي وزير الدفاع إلى مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي تحمل في طياتها رسائل عدة، أبرزها افتتاح إذاعة وزارة الدفاع والمسرح وقاعة المؤتمرات، والتي ستسهم للوصول إلى أعلى مستوى من الطموح. علي سامي، إعلام وزارة الدفاع.